هذه بالنسبة للتنمية. صوت إفريقيا كان ضروري باش تكون الجزائر صوتها مسموع. نحاول اليوم باش نكونوا متواجدين يعني بصفة فعالة في إفريقيا. تصوري ثالث قوة اقتصادية في إفريقيا، ثاني قوة عسكرية في إفريقيا، مئات جامعة ومركز جامعي ومدارس عليا إلى آخره، ما عنديش تواجد في إفريقيا. باش 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 فتحت الخط البحري مع داكار معركة، معركة تاع الأعصاب. باش الناس باش بنينا باش برمجنا الطريق تاع زويرات اللي تفتح لافريك دلواس من خلال موريتانيا شقيقة، معركة أخرى. نفس الشيء خط بحري، أول مرة في حياتنا نفتح خط بحري داكار وخط بحري لنواقشط وزيد ماشي الساحل الكوت ديفوار. لي بلاك تورنونت، أمرت بإنشاء بنوك جزائرية في موريتانيا في كوت ديفوار وفي السنغال. يا حسرة، ربما من شهرين ولا ثلاثة أول مصرف جزائري تفتح في داكار. صعوبات الناس أعداء ما جهلوا، ده هو أموال فينش بهذا الحضور في القارة والحضور في وهذا هو الانتشار الحقيقي. لأن الاقتصاد الجزائري اليوم من حقه وعنده الإمكانيات، كل الإمكانيات باش يتوغل في إفريقيا في السوق الإفريقية. وعندنا إمكانياتنا ودرنا معارض دائمة، نخلو معرض دائم في نواقشط، معرض دائم في داكار، ومعرض دائم في أبيجان. وراكم تشوفوا اليوم